قبل ما يقبضوا على الشبكة ما قسيت عليك على موضوعها، معناها تعدى عليا كل شيء. يحب انا ما قبلتش، بقينا نتعاركوا، وليت نبكي كل شيء. من بعد اللي صارت معناها الحكاية شو بالعنف؟ بالعنف من الأول. من الأول بالعنف؟ ايه. يعني تعرضت لعملية اغتصاب هيك؟ ايه. وعادي بالنسبة ليك؟ بكيت، ما وقتها ما نكذبش، وقتها نحبه معناها، وقنعني برشا كلام، قال لي راني نحبك ومستحيل. انا غلطت في الحاله هذه، معناها كان مشيت شكيت، اما انا خفت، انا في بلاد الناس ما نعرف حتى حد، غادي نعرفه كان هو، واستنجدت به هو، وهو وقف معايا في المحنه هذيك. انه انسان يحب انسانه ما ينجمش يغتصبها، راه فما اغتصاب بالقوه مش بالرضايا معناها. من بعد اللي قال لي راني حاجتي بيك كايمان، وراه هكا هذه الحاجات اللي عادي معناها تصير بين الكوب اللي يحبوا بعضهم كل شيء، وانا مستحيل نخليك. قلت انا وكملت معاه في الطريقه ذاك، فهمتني في العلاقه ذيك. ايه كملت معاه خاطر حبيته. قديش دامت العلاقه ذي؟ بقينا مع بعضنا لين روحت. قديش؟ لين 6 شهور انا بقيت غادي في قطر. 6 شهور. اخته ما تقلقتش من وجودك في الدار؟ لا، حسيتها باهيه معايا من الاول. باهيه معاك؟ ايه. هاي وصلت نعيش معاه غاديكا. طلعت حبلة. حبلت. اه والله حوالي ايمان. لا علاش مشيت الاثنين كيما هكا ايمان؟ حبيته. هو فما مثل تونسي يقول اللوم بعد القضاء، لكن اختيارك كان غلط. صحيح. من الاول. اعرف على غلط، غلطت وانا في بلاد الناس ما نعرف حتى حد. قلت له انا حبل ضربني ولا ضرب كل يوم. لين سامحني ما احسبني اخ ليك، ولكن من الاول كان اختياراتك فيها برشا حاجات غالطه. ممكن حتى حد ما نصحك، حتى حد ما قال لك حاجه باش توجهك، كان ثم برشا يعني اغلاط في طريقه تعاملك مع الناس هذوما. يعني على غالب حبيته. كان فما عنف بيناتكم؟ كل يوم يضربك؟ كل يوم يضربني كل يوم. تو انت كي تقول لي ايمان انا حبيته ونقعد نحبه كما قلت لي قبيله حتى اخر نهار في حياتي، كيفاش نجم تحب انسان يضربك؟ انا عرفش هل نحب وانا اش نعمل؟ الله غالب. خاطر اللي يضرب معناها يعني فما اهانه للانسان هذاك اللي تضرب. صحيح. كيفاش نجم انت معناها يكون عندك شعور احساس بحد ينجم يهينك يضربك، عنده عنف يعتدي عليك كل يوم، العنف هي طبيعته؟ ها؟ ما كان باهي معايا من قبل. مانيش نلوم فيك راهو، مانيش قاعد نحكم على الطريقه اللي انت تصرفت بها، ولكن يعني من الاول كنت تنجم انت معناها تتجنب. تعمل حد ها؟ تحكي مع عائلتك، تاخذ نصيحه، باهي راه واحد كي ياخذ نصائح من حد عنده خبره من عائلته، ها؟ باش ما يمشيش هكا ساعات معناها في فتره من مراحل العمر يكون فما الناس تحب تكتشف، وهذا مشروع انك تحب تمشي تغير حياتك ولا تحسن من حياتك، ولكن فما العقل زاد عنده اهميه كبيره، وفما كذلك المحيط نتاعك. ما خممتش بمخي، خممت بقلبي، قلت نمشي وكهو. به قعدت في قطر بعد ما فقت بالحمل هذا ولا؟ قعدت في قطر. قديش اشهر بعد؟ 4 شهور. 4 شهور ديما يضرب فيك عنف؟ كل يوم عنف. وأحكي في الدار تعيش ما تخرجش؟ ما نخرجش، مسكرين عليا الباب. مسكرين عليك؟ مسكرين عليا الباب. يعني أخته تغيرت وقتها؟
ولا لا؟ وقتها أخته ما في بالها بحتى شيء، هي تمشي تخدم وهو يضربني كل شيء، من بعد أنا نقعد نبكي في الليل خاطر هو يضربني. يعني سامحني، وعادي أخته كانت بالنسبة لها أنها تخليك معاه في الدار؟ ما تسألكش وتقولكش شو علاقتك بخويا؟ تقول لي نقولها معناها صاحب خويا، معناها خويا كلم، وكي صارت لي المشكلة مع هذوما قال لي ما تحكي لهاش كل شيء. من بعد حكيت لها كي صار الحمل وحستني اللي انا معناها متقلقة ديما وحشاك الرد وكل شيء. شو كان موقفها؟ قالت لي إيمان لازمك تحكي لي شنو فما. قلت لها راني حبلة معناها. حسيتها عادي. ما حسيتش إنسانة مصدومة، ما حسيتش إنسانة متقلقة. قلت لي اللي عملته غلط، اما اش باش نعمله، مش مشكل، سايس روحك واستحفظ على روحك. حسيت انه ماهيش اول مره تاقع الحكايه ذي مع اخوها ولا لا؟ حسيت انا بهت في الموضوع، كيفاش الانسانه هذه ما استغربتش الرياكسيون بتاعها. ايه، وقالت لي تنجيب لك حرابش فيتامين. اخته هي؟ ايه اخته ثابته؟ ايه اخته. قالت لي نجيب لك حرابش فيتامين باش الصغير معناها ما ينقصوا حتى شيء. انا شكيت في اللحظه هذيك، قلت انسانه تسمع اللي معناها واحده حبها. قالتلكش ننصحك انه تمشي وتتزوجوا مثلا؟ قالت لي تنعرسوا لكم فما حتى مشكل، اللي صار صار مش مشكل. قبل الفيتامين الصغير يقول لي لازمنا نعملوا حاجه لو كادر ردوه. اني نرجع بيك للموضوع نرجع بيك الموضوع تلاقي من راجلي الثاني ما طلقتش على اساس على خاطر خدمته معناها. هاي قال لي خلطني بعضي وتسبب بها الحكايه. قال لي انت ما زلت ما طلقتش، نستنى حتى نتروح لتونس وتطلق وتنعرس وما تخمم في حتى شيء. بقيت معها على الاساس هذاك. باهي فهمتني. حسي لو جابت لي الحرابش قالت لي توا تشربهم، اعطتني زوج حرابش قالت لي اشربهم توا. قلت لها توا من بعد، انا شكيت فاهم اللي هي ما همش فيتامين. شكيت لي هما مش فيتامين. قلت انسانه واحده تسمع واحده حبله من خوها ما تقلقش وتجيب لها حرابش باش تزيد تقوي لها الصغير، حاجه ماهيش عاديه. طلعوا هما الحرابش؟ طلعوا نتاع اجهاض. اجهاض يا اخي، رغم اللي في الوضعيتي هذيك ما عنديش الحق نمشي للسبيطار هذاك خاطر انا حبله وحاجه معناها مشي مش تولي لي مشاكل مع الحاكم. انسانه حبله كل شيء وهو باش يضرب. الحرابش نحط تحت لساني نقولها شربتهم وانا ما شربتهمش. نمشي للتواليت نطيشهم. العمليه صارت ثلاث ايام هكاكا اخر مره، وساعات دخلت تقول لي شربهم توا تشربهم، نقولها والله شربتهم شربتهم انا اللي مخبيتهم تحت لساني. فمرة مره قلت لها خلي الباكو نشوفه معناها طن نشرب القايله انت ماشيه تخدم. قالت لي باهي باهي. من بعد انا بقيت نعس عليها شكيت خاطر، قلت كان هزته الباكو راهي عندها حاجه، كان ما هزتوش طن نشوفه نتاع شنو طن نتاكد من كل شيء وحدي. يا اخي بقيت نعس عليها حتى عملت هكا، انا درت هكا وهي هزته حطته في ساكها وخرجت تخدم. ما قلت لها حتى شيء، اما الوقت اللي مدت لي هي الحرابش انا حربوشها وهي دارت وانا خبيتها. قلت خلي معناها نشوف، ما هي مكتوبه بالصغير، قلت خليني نقرا نشوف شنو هي الحكايه. ما شربتش الحرابش؟ شربتهمش. باهي، قداش قعدت في قطر بعد الحكايه نتاع الحرابش هذيا ومحاوله الاجهاض هذه اللي حبوا يعني قلت لك ملي خرجت لي روحت ستة شهور. باهي باهي. خرجت بس شيء بعد؟ لا. روحت يعني؟ بعد روحت. روحت. ايه باهي. بالنسبه للموضوع على الحرابش، حطيت الحرابش كتبتهم على اليوتيوب طلعوا نتاع اجهاض كل شيء، والحربوشه واحده تكفي باش طيح صغير. هي الصباح تعطيني زوز وفي الليل زوز، الصباح تعطيني زوز وفي الليل زوز. ورغم اللي فما قداش من مره يضربني خوها يحسبوا رواحهم هازيني للارجونس يطلعوني بالكرهبه ما يلقاوش كيفاش يدخلوني خاطر ممنوع. كان يعرفوا لي انا حبله واموري مش قانونيه ومنين وكل شيء، يتضر خوها ونضر انا. يعني كلمك امك وقتها تسال عليك تقول لك وينك شو عملت؟ عائلتك تكلمك؟ نبقى نحاول برشا باش يعطيني نتكلم. خوك يكلمك؟ لا، امي كهو، اختي عندي اختي زادا. هذا الشخص اللي يحبك قلت؟ ايه. مهم انه هذا الحب جديد بصراحه. نوصل انا يعني يضربني حتى اقسم بالله العلي العظيم راسي ينفخه لي معناه ما نلقاش كيفاش. اقسم بالله كي نجي نرقد نرقد على جنب واحد، نقعد ثلاثة اربع ايام على فرد جنب نرقد من الوجايع من الضرب نتاعو فهمتني. به قعدت حتى لروحت؟
وصلت نزفت معناها وقالوا لي هيا تو نهزوك للارجانس دوروا بيا بالكهرباء يدوروا بيا. بعد قالوا لي لا امشي نبعثوا لك لومبيلونس للدار. هاي لومبيلونس في الدار وصلت ما لقيت حتى شيء. قال لي تقعد كل كلبه لين تموت حشاك. ايمان الحب عنده مقومات اخرى را. ايش هادي الله قلت لك انا ما عنديش زهر. به كيفاش روحت؟ قلت له باش نروح ولا هربت ولا كيفاه؟ قال لي لازمك تروح تو كي تروح تو نكتبوا صداق اي ونفضوا الحكايه. قلت له انا باهي. قال لي سينو راه باش تمشي تشكي بيا راك باش تدير روحك. حاولت قداش مره نهرب ساعه من الدار ويخلط عليا يجيبني من شعري ويدخلني للدار يسكر عليا الباب. قال لي ايمان لازم باهي سامحني على اللي صار الكل لازمنا نجري باش تروح انت وقول لهم راهي امي مريضه قول لهم اي حكايه لازمك تروح باش غادي كان نكتبوا صداقنا. قلت له باهي. مشيت انا وياه للسفاره حكيت معاهم قلت لهم امي مريضه ما عادش نجم نقعد لهنا. قالوا لي راهم باش نعطيوك لي قمارك باش تعيش عيشه باهيه انت تعاونت معانا علاش هكا عندك تعويض عندك كل شيء. قلت لهم ما نحب حتى شيء نحب نروح امي مريضه تعبه برشا لازمني نروح. روحت انا حبله في الشهر الرابع تعذبت بقيت شهر عند اختي ومن بعد راجلها تقلق قال لها ما عادش ساعدني وهما ظروفهم على قدها كل شيء. وين مشيت؟ مشيت وقتها كريت دار وحدك. كيف تصرف؟ أعطوني البريود هذيك فلوس معناها. شكون عطاك فلوس؟ للدولة متاع قطر. أعطوني شوية فلوس باش يعني شوية من التعويض. قالوا لي كان تقعد نطوف القضية كل شيء تو معناها نعمل لك إقامة كل شيء. قلت لهم أنا نحب نروح ما نحب حتى شيء. روحت ومشيت كريت دار شريت شوية مابل كل شيء. بقيت نعيش أنا وبنتي كل شيء. أمي ساعات تطل عليا. خويا كلمته سكر عليا تليفون ما خلى ما قال لي. قال لي انت ما عادش تلزمها. يعني امك كانت ترافض انك تسكر معاها؟ نعم. ما قالتلكش ارجع اسكر معايا امك؟ ما قالتليش خاطر خويا صعيب قال لها ما عادش تساعدنا في الدار. خوك كان رافض يعني؟ رافض بالطبيعه رافض. به عشت وحدك مع بنتك؟ ايه. حتى؟ عشت بريود انا وبنتي حتى لين معناها وصلت معناها خدمت في حماص وانا حبله وقتها في السابع وفي الثامن. تخدم؟ نخدم ايه. نعاون ساعات بنت عمي في الحرقوس كل مره لين بريود طردني مولا الدار قال لي ما خلصتنيش في الكراء طردني معناها خرجني قال لي خلصني الكراء والا اخرج. مشيت عشت عند بنت عمي في جراج. ولد عمك معرس؟ بنت عمي. اه بنت عمك في جراج بنت عمي. متزوجه هي ولا وحدها تعيش؟ هي متزوجه اما يعني مش متفاهمه هي ورجلها تبات في الجراج غاديك عندها نتاع حنه وحرقوس. بقيت بريود نعيش معاها اي في الجراج حتى لين ولدت. حتى ولدت اي كي ولدت العباد تمشي معناها الناس تكري كهرباء باش تمشي هي معناها موجوعه. انا طلعت في اللواج انا نتوجع العباد يخزروا لي بيضحكوا. وسع بالك منين؟ وصلت بنتي كردي طلع الكوفيرتا والحوايج المراه ما خلصتهاش دزتني وانا حبله قريب لطيحتني. مشيت كرديت من الحطار كل مره يكش عليا قدام العباد ما لقيتش حتى انسان يمد لي يديه. كان بنت عمي هذه اللي تخدم بيا نقسموا مع بعضنا انا وياه لين ولدت. حتى كي ولدت بنتي اي راجل يجي مع مرته يقف معها في الوضعيه هذيك انا وحدي وحدي يقول كان يا ربي لقيت ام لا اخت لا راجل حتى حد. لقيت كان ربي سبحانه وقف معايا. بعد حتى كي جيت مروحه ما لقيتش باش نخلص السبيطار هربت من السبيطار. هربت من السبيطار؟ هربت وشدوني في الباب ما حبوش يسيبوني. قالوا لي علاش ما خلصتش بيضا؟ قلت لهم ما عنديش. قالوا لي وين وراج؟ قلت لهم ماهوش لهنا. معاك البيبي ولا؟ معايا بنتي عندي نهارين من ولدتها. حاولت تهرب يعني؟ حاولت نهرب ما عنديش باش نخلص. قيدتها طفله؟ ماهيش مقيدة بنتي 8 شهور ماهيش مقيدة مش موجودة لليوم. ماهيش مقيدة لليوم ماهيش موجودة بنتي تا مضمون ما عندهاش. حاولت اتصل بيه قال لي ماهيش بنتي.
ديما نعمل كونت جديد ونكلم ونحكي معاها، راهي بنتك راهي هكا، راني تعبت، راني تلوحت في الشارع، راني تعذبت. قالي ما نعرفكش. يا الله يا إيمان. ما نعرفكش وما عنديش، ما يهمنيش فيك. عملت قضية يعني تحليل باش تنجم تثبت النسب هذا؟ بعد عملت هالقضية، بعد ما قصيت عليك أنا بالحديث. البريود الأولى قالي مانيش مستعرف وماهيش بنتي وما نعرفكش. ومن بعد كي عملت كونت جديد بعث لي 200,000. قال لي إيمان برا امشي، يعني هذو ما خذ العكوش وحليب. بعد ما ولدتها نحكي لك، بعد ما ولدت طفلة حليت الكام وريت وقلت له هاي بنتك. خزر خزر خزر. بعد قال لي شو مستحقة؟ قلت له راني ما عنديش العكوش الحليب، راني عايش في جراج مع بنت عمي وتاخذ هواء، راني تعبت راني. قال لي أنا بعث لك 200,000. بعث لي 200,000 أكاو، يعني نصرف على الطفلة. هذيك المرة الوحيدة بعثك 200 دينار؟ لا لا، ساعات يبعث ساعات لا، يقعد شهرين ثلاثة ما يبعثش، يسكر تليفونه جملة، يسبني، ما يخلي ما يقول لي، من بعد يرجع يحل تليفونه ويبعث لي، ساعات يبعث ساعات لا، بقيت هكاكا. على أساسي ماني فيه، قال لي أول ما سمحني على اللي صار الكل، وأنا مستعد نصلح، ما تشكيش، ما تشكيش بيا، أنا مستعد نصلح كل شيء يا إيمان. وكان طلعت بنتي مستعد ناخذك ونعرسه وما يصير حتى شيء. شكيت؟ ما شكيتش بيه، بقينا اون كونتاكت عادي. قلت له انا ما عادش نرجع لك بعد اللي صار لي هذاك الكل، ما استعرف بنتك. قال لي باهي كي نجي تعرف بنتي. تعرفت على واحد ولد بلادي بارازار، زيد مش بارازار، يعرف خويا، صحابه هو خويا، مشى حكى مع خويا ديريكت، قال له راني حاجتي باختك، يعني عجبتني ونحب نتقدم لها، يعني ما حكاش معايا، فهمتني؟ ديريكت حكى مع خويا. في باله بيك اللي عندك طفلة وعندك طفلة أخرى؟ إي في باله بكل شيء. ديجا يعرف الفامي، يعرف كل شيء. في بالوش اللي كنت مازلت ما طلقتش. الزوج الثالث. ما أنا قسيت عليك بالحديث، طلقته أول مرة واحد أنا لتونس، عملت إجراءات وطلقته. طلقت. طلقت أما الإجراءات طبطة شوية، بقي يعني وقتها أنا في الشهر السابع ظهر لي هكا طلقت، خرج الحكم عليه. عرفت هذا إيش صار؟ عرفت زادة؟ لا لا، خطبني، عملت فيونسا. خطبة وبعد؟ عملت خطبة، بقينا ملول باهي معايا كل شيء. بعد قال لي إيمان قداش تقعد هكا، لازمك تجري على حق بنتك، فهمتني؟ امشي لدارهم. قلت راني مشيت مره واختو راهي معناها ما قبلتنيش، قالت لي راهو امي مريضه تو انا نتصرف. أي؟ وانا نخاف. قال لي تو نمشي معاك. مشيت انا وياه. اي على اساس باش نشوف ابوه يعني يروح ولا لا. اي واحنا قبلها بنهار كلم حكينا معاه مع السيد هذا نتاع بني خالد. انا وسيد نتاع بني خالد حكينا مع ابو بنتي على الفيسبوك، قلت له جيت ولا لا؟ مش قلت لك كنت جيت ونكتبها؟ قال لي ما جيتش وعندي برشا مشاكل ما نجيبش نجي. مشيت انت باش تتاكد؟ مشيت نتاكد، لقيته في الدار، لقيته في تونس. تصدم كي شافني انا وخطيبي، تصدم. قال لي على جيت؟ اسكت اسكت. قال لي سكر فمك لامي تسمعنا كل شيء الفوق. قال لي على جيت؟ عريت الطفله، قلت له بنتك كبتك، جيت على بنتك اللي مش متسميه، بنتك اللي ما عندهاش لقب، اخزر للملائكه ولا تبكي بنتي. قال باهي ادخلوا ادخلوا، عندهم دار ملوطه يكريوا فيه للعباد. قال لي ادخلوا. دخلنا انا خطيبي كل شيء، بقينا نحكيو. قال له مش الله غالب، صار سوء تفاهم. بقى يحكي مع خطيبي، قال له عيب اللي صار في خطيبتي كذا، حرم عليك وليا، حط اختك في بلاصتها. حكى معاه بالمعقول. أي. قال باهي باهي، طونا نعمل تحليل، طونا نعمل قضيه، معناها قضيه نتقدم عند المحكمه، وطونا نعملوا تحليل وطو امورها لاباس كل شيء. امشي وروحوا تويكا. روحتوا؟ ايه. قال ها من الاول قال تو نعمل نهار اخر تحليل، ومن بعد قال باهي انا شديت صحيه. قلت له تو تمشي تحللها الطفله. اي ايمان خنقدموا شويه، انت عملت قضيه في التحليل بعد اثبات النسب؟ عملت عريضه لكل جمهور، انا مشيت حكيت كل شيء اللي صار لي في قطر، عملت عريضه، قدمت قضيه على اللي صار لي الكل. شو صار فيها؟ بعثوا له استدعاء مرتين، ما جاش. ما جاش. حطوه في الريشيرش. ما زلت معناها لتوا لليوم ما حللتش؟ لا حلل. حلل؟ اي حطوه في الريشيرش وعملوا له تحجير سفر. يا اخي هز محاميه ومشى. كلموني قالوا لي اجا ايمان. يا اخي مشيت صار تحليل. اي النتيجه؟ النتيجه ما زلت ما طلعتش النتيجه. وقتاش؟ ما نعرفش.
قالوا لي تنكلموك، قالوا لي تنكلموك. فما ديتاي معناها ما حكيناش. اي ديتاي شنو؟ باهي خطيبي هذايا. اي. كي بقيت اون كونتاكت انا وبو بنتي كي روح لتونس، بقينا نحكي. انت متاكده الحكايه هذيا حكايه حقيقيه؟ اكيد حقيقيه. انا متاكد من انه ليكيب نتاع صفي قلبك يعني عندها كل الحيثيات، ولكن كي نسمعوا هكا المشاهدين مشيتوا لدارنا وتاكدتوا من كل شيء. باهي شنو الديتاي؟ ونجم نمشي حتى للسفاره ونجم نبعث لكم شنو هي القضيه اللي صارت في قطر وكل شيء. مش كذب فيك انا ولكن. الديتاي معناه. اكبر بتاتر لي سيناريست اللي هما موهبه ما نجموش يتصوروا لي ديتاي هذوما. باهي شنو السيد هذا اش قلت لي؟ كنا نتعاركوا عليه. باهي. ملي عرف لي انا وخطيبي يعني خطبت وكل شيء ماش يحب يعطي فلوس لبنته مصروف وكل شيء خاطر انا ما عنديش مورد رزق. باهي. ولا يقول لي ايجا هز كوش وحليب، ايجا طون نشري لها هز لها كوش وحليب باش تصرفها على خطيبك. مشيت مره ما شاورتش خطيبي. كي روحت عطاني تريح ضربني، قلت له انا ما يزي، قال لي كل واحد يمشي على روحه. وما شكيتش؟ ضرب يديه، ضرب يديه وسكر علي الباب، قال لي ما عادش تخرج من هنا. ما شكيتش؟ ما زلت في الدار، ما خرجتش من الدار. قلت وبعد ما شكيتش بعد؟ سكر علي الباب، ما سيبني من الدار وخلاني نخرج، كان ما قلت له باهي نرجع لك ونطوي الصفحه هذيا. مجدد سؤالي، ما شكيتش؟ ما شكيتش. لا. باهي. اليوم يعني الحوصله في اخر المرحله ذي من الحكايه نتاعك انك انت حاولت تثبت النسب نتاع بنتك، قدمت قضيه، تستنى اليوم في الريزلتا نتاع التحليل هذا اللي باش يثبت الابوه نتاعه. ها؟ انا كي قلت له باهي نرجع لك خطيبي كل شيء، خلاني ما قال لي باهي تاخذ خطيبي كونتر توم مشى 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 بعد ما خلع لي البيبان بعد ما ضربني. شكون تعيش اليوم؟ هذا باش نحكي لك انا وقتها. باهي خرجت انا من غدويكا، خرجت مشيت لمحمد علي قلت له راهو السيد هذاك سكر علي الباب وضرب يديه في حاجات خايبه ما عادش نجم يعني ما عنديش وين نمشي انا. السيد هذاك هز التليفون كلمني قال لي ايمان فين مشيت؟ مشيت لمحمد علي ريت ترجع نضربك في وجهك نعمل لك اللي تحب. باهي اليوم وين تعيش؟ يرحم والدي والصحافيه كمون خذوا لي بيت اوتيل عندي 5 أيام عندهم كنت في الشارع. كنت في الشارع وبنتك؟ معايا. وبنتك الاخرى؟ مع باه حطيتها عند باه وقت اللي صار لي تهديد من خطيبي مشيت لمحمد علي باش نستنجد به قلت راني انا وبنتك في وضعيه خايبه انقذنا شوف لنا اي حاجه نشوفوا فيها. يا اخي قال لي مش نهزك وحده وحده نعرفها انت انتي كل شيء. مشيت بحذاها طلعت صاحبته القديمه لقيت بريود بحذاهم عملوا معايا الباهي يرحم والديك والديهم وقفوا معايا عملوا معايا الباهي ومن بعد تالي هز التليفون كلمها قال لها ايمان طردها الانسانه هذيك راني انا باش نسافر بعد 3 أيام. ينجم يسافر توا؟ هذاك قبل ما تحط في الريشيرش نحكي لك. قال لها مش نسافر الانسانه هذيك طردها اعمل فيها اللي تحب انا ما عادش يهمني فيها فهمتني؟ يا اخي هي جاتني قالت لي ايمان انا عاشرتك هو حكى لي سيناريو وانا عاشرتك وشفتك قريب اكثر من جمعتين دونك راهو قال لي خرجها للشارع ومشي يسافر بعد 3 أيام امشي شوف حال قعدت في الشارع حتى للبريود الاخرانيه اللي فين تعيش في ما قعدتش في الشارع هزتني الانسانه هذه الاوتيل في مش مشكل اوتيل مش باهي حسيلو مش مشكل باهي انت ايمان عائلتك بعد ذي الكل وين هي عائلتك؟ امي صار من بريود اخويا ما عادش قال ما عادش تلزمنا في الدار امي زاد غضبان عليا امي ساعات بريود الاولى معناها رجعت تحكي معايا وتجيب احنا ساعات بالسرقه هي غضبان عليك باهي انت جيتنا اليوم علاش في صفي قلبك علاش جيت؟ جيت باش نقول لامي سامحني يا امي راني غلطت كان ما تحنش عليا انت ما يحل عليا حتى حد جيت نقول لامي راني في الشارع راني اليوم في الشارع نحبك تحطني معك حتى تحت جناحك حتى ما عندك شوين تحطني حطني تحت جناحك وي وسع بالك ايمان حاسين احنا بالمشكله نتاعك والحاله هذيا اللي انت وصلت لها بون فما برشا ناس في الفيسبوك باش ينصبوا محاكم ليك افتراضيا
شأنهم يصدروا الأحكام تاعهم، ولكن أما ربي انت اختياراتك كانت فيها وعليها صحيح، فيها برشا حاجات غلطة، ولكن العمر نقص الخبرة، عائلتك اللي هي ما كانتش مساندتك، واحد برشا على نيتي نمشي بنيتي برشا يعني نخمم بقلبي ما نخمش بمخي، هذاك اللي ضرني بحياتي. خمم بالزوز ان شاء الله. به اتنشوفوا ايمان، اذا كان انت اليوم استدعيت امك مدام حبيبه، ها باش نشوفوا مدام حبيبه هل هي موجوده معانا في البرنامج ولا لا. هذه كانت حكايه ايمان اللي حكايه مؤثره برشا على شابه حاولت انها تحب تحسن حياتها، تحب تشوف ظروف ما خير. معناها لي رونكونتر اللي عملتهم، المقابلات مع الناس ما كانوش مقابلات هذوما في المستوى، عملوا لها برشا مشاكل. اليوم ايمان في الشارع على خاطر اغلاطها. كل انسان ينجم يغلط في الحياه، ما يلزمهاش وحدها تدفع الاغلاط هذيا الثمن نتاع الاخطاء نتاعها. شو نشوفوا اذا كان مدام حبيبه هي اللي باش تجينا اليوم، هي ام مدام ايمان. مرحبا بك حاج، في جنبك. مرحبا بك مدام حبيبه. بيك عايشك، شرفتنا. بيك عايش ولدي. مرحبا بيك. وبيك عايش. تتفرج في صفي قلبك؟ اه. تحبوا البرنامج؟ حب. اه؟ حب. شنو اللي يعجبك البرنامج؟ باهي كل باهي. تسمع الحكايات؟ اه. اه؟ تبدا تنصح فيهم وحدك هكا بالطنزة؟ اه. يا ريتو عمل، يا ريتها عملت. اي بالحق. منين جيتنا مدام حبيب؟ من خلال زوجتي جديدة. قداش عمرك؟ العام 51 ميلود. 53. 51. 51. باهي. مرحبا بك مدام حبيبة. وبيك. دونك اللي يجي في صفي قلبك اكيد فما عبد استدعاه. انت حسب رايك شكون هالعبد هذا؟ والله ما نعرف شكون، انا جيت ما تعاركش مرة مع جارة، ما تعاركش مع قريبة. لا لا, لا. ها؟ جاتني زينب قالت لي تمشي، قلت لها نمشي. ما وراه الجواب هذا. فما ديما انسان هو اللي استدعى الانسان اللي كيفك انت اليوم موجودة معنا. ما نعرفش. ما تعرفش؟ ما والله ما نعرف. حتى فكرة ما عندك؟ ما عنديش حتى فكرة، حتى فكرة. ما عنديش. شك في حد؟ ما عندك مشكل مع حد؟ ما حد. حتى حد ما عندكش؟ ما عنديش. كون عندي. عندي بنات يقولوا لي يقولوا لي ما قالوا ليش، ما قالوا لي ما سمعتش. اي ما يقولوا لكش. لا ما انا نسأل فيك تو. لا لا. ما عندكش حد مثلا عندك مدة ما ريتوش؟ حتى فكرة. لا. لا. حتى فكرة. حتى فكرة. باهي. خليك تكتشف شكون اللي جابك اليوم في صفي قلبك. تحب تشوف شكون؟ شكون؟ باغي الغادي. بنتي هذيك. علاش جابتك زعما ايمان اليوم؟ لا لا. معرفش. عندك برشا ما ريتهاش؟ عندي برشا. قداه؟ برشا. شهر، اثنين، ثلاثة؟ عندي برشا، مشيت شو اسمها نسيت البلاد. قطر، مشيت لقطر. وين أنا غلطت، كل حد على راحه. عادش. إيش معناها غلطت؟ غلطت حاجة، غلطت في ما حدش لا زين أنا جاه كل حد. إيمان هاي قدامك قدام حبيب أمك، شو تحب تقولها؟ عسلامة أم. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. أمي جبتك لهنا، حبيت نقول لك سامحني، راني تعبتك برشا. تعبتيني، تعبت. سامحني يا أمي. ما خواتي نسامح أخواتك ما يسامحوش، كل حد يا غير. راني غلط، ما فماش إنسان ما غلطش في الدنيا ذي، حبيت نقول لك حطني تحت جناحك، راني في الشارع. أنا غلط. مانيش طالبة حتى شيء. نعم.
نعرف قلبتك ظروفكم مش بيدي. شبه هي فدانة ما عندي حتى حد غيركم. مش بيدي يا قلبي، مش بيدي اخواتك ما صعب. خلي حتى ترى ما نكسبوش، جدك خلك ترى يسكن في اخوي يكون معاه هكا، ما عنديش بنتي حد يلقى الخير. فيهم اخواتها حاجة؟ اخواتها ما عندهمش، تفهم مش يسكنوا، ما عندناش. سكن مع جده ولدي ما عنديش. شو معناها ما عندناش؟ معناها ما عندناش تراب، ما عندنا شيء. هي قلت تتحمل مسؤوليتها يا حاجة. نعم. تعرف لي ايمان هي في الشارع توا؟ مش نعمل لا بدي بدي راضي، مش عندي انا ما عندي حد حتى راجل ميت. هي في الشارع، في الشارع. نعم. اش مش نعمل كل عندي نات البنت. مش معناها احنا نقولوا في الشارع هكاك بعليها وحدها. نعم. لا هي في الشارع. اي تتحمل مسؤوليتها. مش نعمل مغال. ما كانتش تعيش معاك قبل؟ لا مين مشت الخضر؟ ما كنتش تعيش معاها مع بنتها في بيت؟ أكل سيزوم عشت نهارات ما دار عمها كرت كرت لها قرات ما طلعتها طلعت لقيت ما لقيتش ما حملها حد ما حملوهاش اخواتها ما ولدي ما ولادي يوم بيا انا بيا نلوح ولادي نجمش وهي اللوحوها هكا؟ وكان عندي ماذا بي والله ماذا بي لا تو انت حاجه حبيبه تقول لي انا ما نجمش نلوح اولادي وهي هي واحده من اولادك ما نجمش نحاول ما نجمش خويا الكبير ماثر عليها ما نجمش معناها انت اليوم تعيش انت ولدك انت ولدك وما تنجمش تجيبها معاك ما نجمش ما نجمش ما نجمش خطوه صعبه علاش ما تنجمش كانك تقول لي في الجواب سيب. هكا حاجه صعيبه ياسر شنو اللي صعبها سيبة. شنو صعيب شنو اللي صعبها يا حاج حاجه ها حاجه انا ما عندناش احنا هذاك شيء هذاك يا امي انا ما غلطتش هو مش قابل اخته بالكل ما عندناش نسكن ما عندناش دير بيت مع جده يسكن ما عندناش ما يقول عندي ولا وحش بنتي ما عندي يا امي سامحني يا امي راني طالبه رضايتك مانيش طالبه حتى شيء ولا ما انت ترضاها انها تقعد في الشارع؟ اش باش تعمل لها؟ ما عندي باش نقوم ما عندي يعني ترضاها تقعد مع بنتها في الشارع؟ لا غالي ما عنديش والله كان عندي ماذا بيا بنتي حتى ما عنديش خويا ربي ينوب علي ليش؟ تعرف شنو صار لها ولا؟ اه عرفت امي حكيت لها كل شيء ما خويا مأثر عليها تحمل مسؤوليتها زيد ظروفها هي اللي مش مشجعتها يعني وصلت بقات متغشى على خويا بريود بقات معايا يعني كي كنت كاريه ومن بعد تالي معناها ما فماش يعني وسيله باش تقف معايا خاطر خويا معناها جاي ضدي ضدها خويا يقتلني من حس اي ما انت كي خوها يجي ضدها ما انت تحاول انك تقرب بيناتهم يا حاج ما عنديش انا تراب راجل تراب جده ما عنديش تراب ساكن هو ساكن لله في سبيل الله مع جده ما عندهاش ايه انت ساكنه في بيت تو في بيت براك كوجينا مش حتى بيت ساكنه في بيت وحدك ايوا كنا ودي من الاعداد وشافوا الدار فين وشافوا البيت اللي تسكن فيها في بيت عليه دار صغيره ومندي صغيرة. عليها مسكينه كوجينا اش بيك يعيش مع امك يا ايمان في نفس الظروف شو المشكله نجمش يعني؟ نجمش سي اخواتها ورتقاها يظهر لي ماهيش الظروف ولكن ظروف لا ظروف الاخوات هما اللي ظروف الاخوات علاش يقول لا حتى اخويا زاد اخويا هو اللي مأثر عليك اه حب اختوني من زيد ابو بنتي هذا اخر واحد حكى مع اخويا احكي معاها ايمان ابو بنتي مش حكى مع اخويا بعث له على الفيسبوك وقال له كلام خايب قال له كلام خايب علي احكي لهم كيفاش ايش صار؟ قال برشا كلام قال له كلام خايب عليا خلى خويا قال له راي مشات وفما بيت دعاره وراي اختك تخدم في بيت الدعاره كل شيء انا الحكايه اللي حكاهم نجم ناكدهم يعني نجم من السفاره نجيب تقارير شنو صار لي من اول نهار لاخر نهار فهمتني اما هو حب يشوه لي سمعتي حب يوسخ لي سمعتي قدام دارنا وخويا دونك خوك ماخذ الفكره هذه تو ماشي هي ما الاحكام غالطه يا حاج هذه معناها انه الفكره اللي ماخذها خوها عليها غلط انه هي قعدت مده مرت بتجربه اما ما خدمتش في الشبكه هي ولد عليها اخوي خدمته يا عم ربي بعدتني زينب جيت معاه الله يرحم والده
قلت انت تحبها بنتك ولا؟ انا نحبها ونموت عليها وكل حال ينقل خير. لا خلي من الزهات تحبها؟ تحب تحبها بنتك؟ ما انا شبيني ما نحبش بنتي. كيفاش تحبها وتسمع بها في الشارع وما تاخذ حتى قرار؟ ياسر من النجمه حاجه مش هي. ما هيش منها هي امي. امي تجيني حتى بالسرقه، تجيني بالسرقه على خويا، تجيني وتطلع عليا. لا بالدرقه نمشي لها بالدرقه عليه ونمشي نطلع عليه. بالدرقه عليه. شبيك عملت حاجه مش هي. وتقول لي ماما يعملوا فيا نجي ونطلع على بنتي ما نخليش. لا نمشي لبنتي ما حاجه حرام نخليها في الشارع. نعمل لها خويا. حرام. ليش؟ احكي شويه ايمان مع حاجه حبيبه حبيت تطلب منها السماح. احكي يا امي انا جيت لهنا نحب نطلب منك السماح، نحبك تسامحني على اللي صار الكل. سامحتك بنيتي. راني ما عنديش حتى ذنب، مشيت بنيتي. انت تعرفني يا امي، تعرفني بنيه متربيه ولا لا؟ سامحتك بنيتي. الله غالب والله غالب. اللي صار فيها مش بإرادتي. صار فيها مسكينة. صار فيها اللي ما صار في حتى حد في قطر، تعذبت ضربت، صار فيها برشا حاجات خايبة. صار مسكينة. خاطرني نمشي بنيتي برشا. أنت تعرفني ربايتك. عايشنا أنت نحن أربع بنات وزوز أولاد، عشنا الكل رباية يعني ربينا رباية بيا. ما قصرتش معانا رغم اللي يعني توفى بابا وأنت صغيرة، خدمت علينا، تعذبت علينا، ما خليتناش ناقصين حتى شيء. أما الله غالب يا أمي. هذا زهري وقت. عايش أمي أرضى علي. أرضى عليك بنيتي. كيفاش نجم تعاونها حاجة حبيب؟ حطني تحت جناحك يا أمي، ما تخلينيش في الشارع. عايش أمي. إيش عندي أنا يا كبدي بنتي؟ عندي شيء بنيتي. ليك ربي. ليك ربي بنيتي. يا حاجة. نعم. احنا راهو الزملاء هوني في القناة، هي جات للقناة والزملاء عاونوها باش انا يلقاو لها حل وقتي معناها نتاع ايامات، اما هي بالحق كانت في الشارع. ما عنديش حاجة انا بدنا ما عنديش. وانت تعرف ما عندي ما عندي شيء. كيفاش نعملوا تو انت؟ هذا الدار ما عندي. في 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 زنقة ما تعديش معناها. دار ما قول ما نجمش نعمل لها حتى شيء. حتى الدار ما نكسبهاش. كان عندي نعطيها لها ما عنديش. الحمد لله الملك الرب يا امي. سكر يا ولدي. الحمد لله. المفيد ارضى عليا يا ميمتي، ما انا مش تابعة حتى شيء. الله. ايمان عندك نمر اخوك؟ نجمو نكلموها؟ ما عنديش. يخدم البر، يخدم البر في الفلاح وليدي. عنده نمرو؟ ما عنديش نمرو هنا. كيفاش يتصل بيك؟ ايه. كي حاب يكلمك كيفاش يعمل؟ ولا انت تحب تكلم؟ ما عندكش رقمه؟ ما عنديش. رقم اخوه. عندك رقم خوه الاخر؟ حمزه كلمني. نجم تعطينا الرقم؟ نعرف الرقم. انا نعرف الرقم. نعرف شو ريدي والله راني قاريه، راني حتى شيء مانيش قاريه. ما عندكش نمر اخواتك ايمان؟ لا ما عنديش حتى كونتاكت حتى حد. من منطقتكم ما نجمش واحد يدبر النمر بتاع اخوك؟ ما عادش عندي كونتاكت بيهم، انا ما عادش نمشي للبلاصه هذيك. ما عادش تمشي هي غادي. ما عادش عندي حتى وجه غادي فهمتني؟ عنا نحن عنا منطقة يعني نسكنوا يعني كي سواني معناها ريف كل شيء، عنا عيب الحاجات هذي ما خلاليش وجه حتى قدام دارنا معناها. أنا ما يفوتنيش هوني باش نقول أنه الناس إذا كان باش تشوف لوكا هذا متاعك وأنا باش تتفاعل معاك، وفما برشا ناس يحبوا يعملوا برشا خير من غير حتى ساعات ما يذكروا أسماءهم ولا يذكروا هما شكون، يحاولوا أنهم يعاونوك يلقاو لك. أنا نحب نخدم على روحي، نخدم على روحي، نعمل على روحي الحمد لله. وبنتك إيه. وتحب خدمة؟ نحب نخدم هكا هو نعمل على روحي. عندك بيبي يعني؟ إيه بنتي 8 شهور. 8 شهور؟ إيه. هو يحب يغادر البلاد من غير ما يقيدها، خاطر تنحى من الريشيرش تاعي، بعد ما حل نحاوه من الريشيرش. إن شاء الله الناس يتفاعلوا بيان سور معانا هوني والحالة هذه بتاع إيمان، لأنه كما قلت برشا ناس تعمل برشا خير. والقلوب الكبيرة موجودة بطبيعة الحال لأنه عندك لو بيبي هذا بيان سور، إذا كان فما حد يعاونك وينجم أنه يعاونك زاد يلقى لك خدمة ف إن شاء الله نحب نخدم نعمل على روحي. أكيد يكون هذا هو الحل معناه الأنسب للحكاية هذه. إن شاء الله نشكر والصحفي ليهم طبعا يرحم والديهم. شو تحب تقول لأمك؟
قلها يا أمي سامحني على اللي صار الكل وارضى عليا منيش طالبة حتى شيء. راضي عليها يا حاجة ولا؟ راضي عليها. راضي عليها؟ مش كلمة هكا مسايبة. راضي عليها ولا ليه؟ ولا عندك مازلت متغشة شوي؟ ربي يهدى. يا أمي إيش عملت؟ أنا ما عملتش حاجة غلط راني. صحيح غلطت في ظروف متاع بنتي هذه جبتها في ظروف خايبة صحيح. أما أنت تعرف إيمان من قبل شنو معناه؟ أنا تظلمت مع راجلي الأول والثاني وإلا لا يا أمي؟ قول الحقيقة ما يسالش. هذيك هي الحقيقة. نعم؟ هذيك هي الحقيقة. لا راجلي الأول ظلمني وإلا أنا ظلمت؟ لا ضربوك عمي. نعم؟ ضربوك أنا. بس الحين يحمدني السخانة. يا أمي. يا أم. نعم. احكي أولا العباد الكل يسمعوا فيك، أنا يعني غلطت فكان في وضعية بنتي هكا هو قبل أنا كيفاش؟ هاي باك الباهي غلطتي، باك مشيتي القطار غلطتي الله غالب. قبل كنت كيفاش قبل ما نمشي القطار كيفاش يعني أنا غلطت معاهم رجالي الأولانيين وإلا هما؟ هما غلطت معاكم. يا حاجة اللي يغلط أسكو نسيبوه هكا نلوحوه ولا نحاولوا نصلحوه؟ ربي يهداه. أه؟ ربي يهداه. أكيد ربي يهدي الناس الكل هيك. أما يظهر لي أنت ما زلت متغشة شوية منها. ربي يهدي. ما غزرتلهاش بالكل يعني. لا هاي أنت قاعدة تغزر اللوت أنت. لا هاي نغزر لها. ها؟ نغزر لها. ربي يهدي كأنه هكاك كلمة ربي يهدي بتاع حد أول مرة تقابله. ربي يهدى. مش هذه بنتك اللي جبتها وربيتها؟ بنتي وربيتها وكبرتها. ها؟ ربي يهدى. يا ما غلطش معاك يا أمي. ربي يهدى. ظروف حطتني في وضعية خايبة كيما هك. يا حاج. نعم. غزرتك ليها ما عجبتنيش. لا والله لا. هم؟ هذيك إيمان تبقى إيمان. لا لا أنا غزرتك ليها تو أنا ما نعرفكمش قبل. أول مرة راك وأول مرة راها. هي تحكي لك وتبكي وتقول لك يا أمي سامحني أرضى عليا راني أنا غلطت وأنتِ أنا قلت لها راضي عليك وتحملي مسؤوليتك. شنو عملوا تو مال؟ طفلة في الشارع خليوها؟ تحمل مسؤوليتها. نعملها أنا. شو هي مسؤوليتها يا حاج؟ لا 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 مسؤوليتها شنو؟ ما عملها عندي ما عملها. كان عندي إسرام ما تنعطيها تنسكن ما عنديش. أنا ساكنة مع جدة ولدي ساكنة معاه. أنا ناكل في فيمس مازال في عمري ما كملت. معناها أنت اليوم ما تنجمش تروح معاها، ما تنجمش تروح بها؟ لا ما نجمش نروح بها. عندها بيبي راهو بنية صغير عمرها 8 أشهر. شنو نعمل لها؟ نبش ولا نقعد نتعارك مع ولادي هذا كل حد عنده حق. تعرفها بنتها؟ بنتها بكري ريتها صغيرة طبعا. كيفاه؟ ريتها بكري صغيرة. قد ايه عندك؟ والله ما نعرف نحسب مع ولادي ما نعرف بس نحسب لها. معلش. بيدي. إذا كان احنا مثلا نلقاو حل باش انه نلقاو لها حد ينجم يعاونها يلقى لها سكنة ويعاونها تجي تعيش معاها؟ نجي معاها في دارها. في دار هاي؟ نطلع لها لباس لباس ونروح ما نقولش. اش بقلبك كاسح يا حاج؟ لا مش كاسح. ما نجمش. ماهيش من اي امي قلبها حنين اما من خويا. مال علاش؟ خويا ولدي خويا هو صعيب برشا. علي نحس انا مريضه عندي الدم وعندي السكر عندي لطف عليك والله وليدي مريضه لا لا لطف عليك تعرف امي تعرف اني مريضه ان شاء الله ديما تبدا في صحه جيده عيشك عيشك وطول عمرك يا حاجه اما بنتك هذه ما تستحقش انك انت تخليها وحدها ها نطلع عليها معناها تواجه مصيرها وحدها في الشارع كي طلع لها طول ما خليها نطلع على بنيتي وعندها بيبي بنيه صغيره نطلع لها طلعنا كهو انتو كتاوه ما تنجمش تقول عليها خاطر هي في الشارع لا لا
أخي كان جيت مرحبا ببنتي، مشيت ما نجيش ما نجيش ما تعرفني. نجم تجي تزورك هي؟ جي وتسكن عندي على عيني وراسي، إن شاء الله ربي يحلها في وجهي يا أمي، على عيني وراسي لين نموت نقعد نهزك وأنت تعرفني. عمري ما خليتك حتى مرة، أنا نار خليتك في حاجة، كي كنت من تخدم وعندها شكون يشري لك الحاجة؟ شكون يلبسك؟ شكون كل شيء؟ كان بنتي. شكون يعطيك الفلوس يحطهم لك تحتك؟ شكون يا أمي؟ لحظة عرفني إيمان. كي نبدأ نخدم ما خليكش. إيمان، لحظة بركة. تقبل أنها تجي تزورك في دارك؟ طولة يا طولة أحبش. تجربش تحكي مع أخواتها وتحاول معاها؟ أعطينا حاجة بيها يا حاج. صعب صعب وطلع حالي صعب. إياب المحاولة، هم أولادك راه. صعب أنت الأم. ما نحكمش يا بابا. أنت اللي تحكم في الأبناء مش العكس. ما يسالش ارضى عليا يهزي امي، انت ما حاجتي بحتى شيء، راني تعبت في حياتي يا ربي، راني تعبت الحب اكترض عليا. عايش امي راهو مهوش مني، الدنيا عكستني يا امي. حاجة حبيب. نعم. وعاش تبكي يا امي، ما نعرفش نشوفك تبكي. عاش تبكي، عايش أمي. لاباس، ماذا فما ربي كل شيء يتحل. حاجة. نعم. اقف حاجة حبيبة. يا رب. اقف إيمان. دونك اليوم إيمان استدعت أمها الحاجة حبيبة باش أنها بعد المصاعب الكل اللي تعرضت لهم في حياتها حبت تجيبها وتحاول أنها تصفي قلبها من ناحيتها وترقى حل للحياة هذه، لأنه اليوم إيمان مع بنتها يعيشوا في الشارع. ها؟ مدام حبيبة، إذا كانت تقبل أنت أنك تعاون إيمان وتهزها معاك تروح معاك يتحل الجواب هذا. مروحنا يا أمي، خمم عيش أمي يا أمي، ما عندي حد راني، ما عندي حد غيري. آخر كلمة حاجة تخليها في الشارع؟ آخر كلمة تخليها في الشارع؟ آخر كلمة. موقف سلبي برشا منك يا حاجة حبيبة راهو هذا. معناها الأم ما احنا ما نستناوش منها أن تكون عندها القسوة هذه. غالب. أمي حنينة راهو، أمي حنينة وأنا نعرفها. خويا مأثر عليها، ما باليد حيلة. ما عندها حتى ذنب. غالب. يا حاجة حبيبة. نعم. تعرف أنت مثلاً أنك ترقى هكا طفلة كما إيمان في عمرها وعندها وليد ولا بنية صغيرة تبات في الشارع ولا معناها في جنينة تحت قنطرة كأنه نقولوا لها ما يهمناش فيك. واش نعمل؟ ينزل رعبها. مازال. واش كلامها محكوم؟ يعمل الراحة. والله يعمل دير بيزيد برا. حاجة حبيبة. نعم. أنت اليوم ما حبيتش تاخذ موقف باهي تجاه إيمان. لا. ولكن أنا متأكد أنه بعد ما تمر الحلقة متاعنا برشا ناس تيتفاعلوا معاها لأنهم عندهم في قلبهم برشا خير. مش معناها أنت راك قاسية ولا ماكش عندك الخير ولا في قلبك ولا ماكش طيبة. ولكن كأنه فما موقف معين معناه سواء الضغط ولا ها؟ صحيح. قلت لي إخواتها صعاب. صعب. صعب أخوي. ضغطين عليها يحكموا فيما هما باهيين إخواتي راهم عندهم الحاجة ذي صعيبة برشا. هذه صعيبة ياسر. ما يرحمك حتى حد في بلاصتنا غاديكا، ما يرحمك حتى حد.
قداش عندك إيمان ما قابلتش حاجة حبيبة؟ عندي شهرين جات بحذايا كي كنت في جراج بنت عمي. زورك ديما كانت؟ ساعات. أما البريود الأخرى معناها مدة شهرين ما شفتهاش. ما جاتكش. ما شفتهاش خاطر خويا قال لها ما عادش تمشي، هي ديما تقول له ماشية للدار بنتي الأخرى وتجيب حذايا أنا. تجيب لي قضيات وتروح، ماك تعرف الأم، الأم ديما حنينة. ما باليد حيلة، أنا نعرف أمي حنينة وتعرفني أنا شنو، أما الله غالب. باهي. حاجة حبيبة خلينا نعملوا احنا اليوم استثناء في البرنامج نتاعنا. عادة ما انه الناس بعد ما نطلبوا منهم السؤال ويوافقوا يتحل الجواب، ولكن انا باش نعمل استثناء صغير في البرنامج بانه هل تقبل انك تشوف بنتك تبوسها؟ ما تروحش بها. علاش يا امي؟ شوفني كهو عايش امي. ما تروحش بها يا حاجة. جوست تشوفها خليها تبوسك كهو. ما تروحش بها. خليها هون. توحشتك الحب وشم ريحتك عايش امي. توا احنا نتصرفوا في الحكايه ذي. اما انت جوست تسلم عليها بوسه. نعم. علاش؟ قل لي علاش؟ نعم. انا حاجه حبيبه قبيله كي قلت لي اللي انت مسامحتها. اي حاجه حبيبه من قلبك. مش من قلبك يعني. من قلبي سامحتها وكاو سلمتها. مش من قلبك. سامحتها من قلبي كاو. من قلبك معناها ما تجمش تشزني معاك يا امي ارضى عليك اهو سامحني وارضى عليك خليني نبوسك. هي سامحتها هكا اهو من غير ما يقدم قدم ثلاث خطوات هكا اهو. ها؟ تحب تجيك هي؟ لا انا قريبه انا لان هي بعيده اهو انا شحال نخليها تجيك هي؟ لا انا قريبه لا نخليها تجيك؟ ها ها دنيش تحلو جيت بوسك اهو نبوسك اهو يا امي ايش عملت لك انا ما عملت حتى شيء. ها ما تروحش بها يا حاج استاذ انا جوست سلم عليها هكا هاو سلم عليك هكا هاو يا امي عايش امي نشم ريحتك امي انت راني محرومه يا امي عايش امي لا لا عايش امي حل علي عايش امي علاش قولي شنو السبب بنتك تبكي تسخر يا امي ما تروحش بيا ما تسالش يا امي نحب نبوسك ونحملك هكا هاو وارضى عليا خذ بخاطر يا حاج أول مرة قابلك كان ها؟ تسلم عليك تمشي على روح لا تسلمش علي ما تهزهاش عليه ما قلت لي راضي عليها علاش قول لي علاش لا لا راضي عليها وما راضي عليها وما سلمش عليها وتحبها نحب ما سلمش عليها كل حد على فما شكون موصيك انك ما تقابلهاش وصاني حد وحدي يا أمي نحب نبوسك ونحملك هكا هاو، ما يسالش عندنا ربي، راهو ربي كبير، عايش أمي. ماكش تعمل لها شيء أنت حاجة حبيبي. لا لا. كهاو بسلم عليك. إن الله غفور رحيم يا حاج. نعم. ربي يرحم راه. نعم. يا حاجة. نعم. أنا نعرف اللي أنت تحب تقابلها. ونعرفك اللي تحب تسلم عليها. ونعرف انه الكلام اللي قالته اثر فيك. نعم، اثر شوي. اما فما حاجه. يا امي راني ما غلطتش في حقك، راني غلطت في حق روحي كاو، ما غلطتش في حقك جمله. علاش ما تحبش تقابلني وتبوسني؟ ما هو ساعات عندك شعرين جيتني معناها طليت عليا وجبت لي قضيات. قلت لي ما بنتي عمري ما نقعدش على بنتي حتى كان يسكروا عليها باب. تعرف انه من الصفات الكبيره في ديننا الرحمه التسامح. نعرف الرحمه نعرف. ها؟ نعرف نعرف التسامح ونقول شيء. اي ليك كي نتصلوا باولادك ويقولوا مثال شاي. قد ايه كانوا يقولوا اولادي بعدين ما تعرفهمش. حاجة حبيبة سؤالي ليك هل أنك تقبل تشوف إيمان وتروح بها معاك؟ نعم يتحل الجواب هذا لا لا كي تخرجوا خليها تسلم عليك شوف البنية الصغيرة ميسالش خذ بخاطري أنا ها؟ خذ بخاطري ميسالش يا أمي بنتي ما عندها شكون تقول له يا بابا على الأقل تخليها تقول نمشيو نشوفوهم بعيد على الكاميرا نعم نمشيو نشوفوهم بعيد على الكاميرا هاي وين نقابلوها في الدور من غير كاميرا
خلال تصوير الحلقة لاحظنا أنه الحاجة حبيبة عندها رغبة كبيرة أنها تحضن بنتها، لكن في نفس الوقت كانت تحس بضغوطات ومخاوف من أولادها، لكن محبتها الكبيرة لبنتها واشتياقها لها خليها تقابلها وتحضنها في الكواليس. لقاء كان مؤثر برشا وخفف بنسبة كبيرة من وجعة إيمان، رغم إصرار والدتها أنها ما ترجعش معها للدار. في الوقت هذا التحق بهم ونشط البرنامج واخذ منها موافقة أنه اللقاء يتعدى على أمل أنه أخواتها يحنوا عليها ويقبلوا أنها ترجع ويعطيوها فرصة أخرى. لا لا أحكي لك على اللقاء كذا مع إيمان كي قابلتها توا هون بحضر ليدو هنا. مثالش نعديوه؟ مثال نعديوه مثال. شفت كي قلبك حنين؟ ها؟ عاود بوسة ترى بوسة.